بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها المسلمون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات، شهر البركات، والبركات أيضا تأتي في العشر الأواخر من رمضان. وحينما كانت تدخل العشر الأواخر من رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، هكذا في الحديث الشريف، يوقظ أهله ويحيي ليله ويشد أزره في العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان في غير العشر يعبد الله، وإذا كان في الشهور كلها يعبد الله تعالى، فإنه في العشر الأواخر يهتم بها اهتماما كبيرا. كان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، اعتكف العشر الأواسط واعتكف العشر الأواخر. اعتكف العشر الأواسط بحثا عن ليلة القدر، وقد حدث في إحدى السنوات أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت العشر الأواسط، يعني يوم 20 من رمضان، المفروض أنه كان يخرج من المعتكف ويذهب إلى بيته، جاءه جبريل عليه السلام وقال له: لا، استمر يا محمد، اعتكف في العشر القادم، لأنك سترى ليلة القدر في هذه العشر. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين يعتكفون معه، وقال: من كان معتكفا معي فليلبث معي في المسجد ولا يغادر، فإنني أمرت من جبريل عليه السلام أن أبقى في هذه العشر وأن أعتكف هذه العشر. وقال لأصحابه: إنني أريت ليلة القدر، أريت، يعني أراني الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. ما علامتها يا رسول الله؟ قال: ستسجد في ماء وطين، هكذا قال له جبريل عليه السلام. فبات الليلة، ليلة 21 بات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمطرت السماء والمطر صار غزيرا، وسال الماء من سقف المسجد، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد المسلمون معه في ماء وطين، كان علامة على ليلة القدر. الاعتكاف هو أن تمكث في المسجد مدة بنية العبادة، تمكث، تجلس في المسجد مدة تعبد فيها الله سبحانه وتعالى، تذكره، تصلي له، تقرأ القرآن مدة، وليكن في العشر الأواخر تصنع هذا الاعتكاف. والاعتكاف يصح في كل المساجد، في كل المساجد التي يكون لها إمام ومؤذن، فيها إمام وفيها مؤذن ينفع الاعتكاف فيها. والمرأة يجوز لها أن تعتكف أيضا، تعتكف في المسجد يجوز، تعتكف في مصلاها في مسجد بيتها يكون أفضل بالنسبة لها. والرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف ونساؤه اعتكفن معه، وينبغي للنساء أن تجلسن
في مكان بعيد عن الرجال وأن تستتر. والرجل أيضا إذا اعتكف فليصنع سترة أيضا وليكون في مكان بعيد عن مكان المصلين، ويتفرغ للذكر والطاعة والعبادة. هذا معنى الاعتكاف. وأنت مع الاعتكاف تصوم، وفي رمضان الحمد لله الصيام متوافر والاعتكاف ممكن، لتبحث عن ليلة القدر. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يبحثون عن ليلة القدر في العشر الأواخر، وكثير منهم أراه الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. يعني انظر، نحن نبحث عن ليلة القدر ونريد أن نحصل عليها بأي طريقة وأن نصل إليها. صحابة رسول الله كانوا يريهم الله ليلة القدر، وكانوا في صلاة الفجر يحضرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الواحد منهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله، أنا أريد ليلة القدر، ليلة 21. وجماعة يأتونه في الليلة 22 ويقولون له: يا رسول الله، أرينا ليلة القدر الليلة. والرسول لا يستغرب ولا يتعجب ولا أي شيء. يعني لو واحد منا الآن حدثنا وقال لنا: أنا أريد ليلة القدر، سنقول له: تعالى، رأيت إزاي وعلى أي وضع؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لهم أمر طبيعي. استمروا كل ليلة جماعة يأتون في صلاة الفجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أرينا ليلة القدر. إلى ليلة 29 لم يأتي أحد إلى رسول الله ليخبره. ففي صلاة الفجر نظر فلم يجد أحدا يقول له: أنا أريد. فقال له: طيب، أنا أيضا الليلة أريد ليلة القدر، اللي هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، أريها ليلة 29 أيضا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: تواطأت رؤياكم في السبع الأواخر. وفي رواية: تواطأت رؤياكم في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر أو في العشر الأواخر. في السبع الأواخر الشهر فيه ثلاثة أسباع، العشرة الأولى فيها السبعة الأولى، السبعة أيام الأولى اسمها السبع الأول. العشر ليالي الثانية فيها السبع الثاني، السبع الثاني من 11 إلى 17. السبع الأواخر تبدأ من 21 إلى 27. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أنا علمت أنكم أريتم ليلة القدر خلال السبعة الأواخر، السبع الأواخر من الليالي. وفي رواية: في العشر الأواخر. خلاص، ما دام أنتم أريتم ليلة القدر، إذن أبلغ المسلمين، أقول لهم: أصحابي أراهم الله ليلة القدر في السبع الأواخر أو في العشر الأواخر، فاسهروا هذه الليالي وجدوا حتى يريكم الله ليلة القدر كما أراها لأصحابي. وهكذا علينا أن نبحث عنها بكل طريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابحثوا عنها في 9 يمضين. 9 يمضين يعني ليلة 29. ابحثوا عنها في 7 يمضين يعني ليلة 27. ابحثوا عنها في الأيام الفردية وفي الأيام الزوجية أيضا. ابحث عن ليلة القدر حتى تحصل على ثوابها الكبير، ثواب عظيم وعظيم جدا ذكرته الآية الكريمة في سورة القدر، في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر،
ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هناك رجل ممن كان قبلكم جاهد في سبيل الله وعبد الله ألف شهر، وكان لابسا لباس الجهاد في سبيل الله ألف شهر. ألف شهر يعني 83 سنة وأربعة أشهر. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لأصحابه، قال لهم: رجل ممن كان قبلكم عبد الله ودافع عن دينه ألف شهر يلبس لباس الجهاد في سبيل الله. فتعجب الصحابة، قالوا: كيف من يلبس اللباس للجهاد 83 سنة وأربعة أشهر؟ لا، مدة طويلة جدا. قال لهم: هو أخذ أجر المجاهد في سبيل الله، أخذ أجر عمر 83 سنة. ربنا جعل لكم ليلة واحدة تساوي عبادة هذا الرجل 83 سنة، هي ليلة القدر خير من ألف شهر، أعطاكم ثوابها. ولذلك تستطيع أن تضم إلى عمرك عمرا آخر بأن تحصل على هذه الليلة. فاسهر هذه الليالي لتحصل على عمر آخر يضاف إلى عمرك، ثواب 83 سنة في لحظة واحدة تدرك فيها ليلة القدر. اسهر، اسهر من أجلها كما سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء. إنها ليلة القدر، يعني ليلة قدرها عظيم، يعني الثواب فيها عظيم جدا. ولا هي ليلة القدر يعني يرتفع فيها ناس وترتفع أقدارهم، يكون تحت يطلع فوق، رصيده كان صفر يصل إلى الرصيد 83 سنة وأربعة أشهر في لحظة واحدة، إذن يرتفع. فالمؤمن يصبح فيها ذا قدر، وهي ذات قدر بنزول القرآن الكريم فيها، فالقرآن جعل لها قدرا عظيما. وهي ذات قدر لأن الملائكة تنزل في هذه الليلة وتصافح المؤمنين وتبشر الذين يحصلون على ليلة القدر والذين لا يحصلون. تسلم الملائكة، تسلم عليهم وتبشر الذين يصلون إلى ليلة القدر أنكم قد فزتم بالجائزة، الجائزة قد فزتم فيها. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم ليلة القدر. فادعوا معي لعل الله تعالى يستجيب هذا الدعاء: اللهم أرنا ليلة القدر كما أريتها لرسولك ولصحابته الأجلاء. اللهم أرنا ليلة القدر كما أريتها لرسولك ولصحابته الأجلاء. اللهم أرنا ليلة القدر كما أريتها لرسولك ولصحابته الأجلاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ارزقنا وأخرجنا من رمضان وقد صفرنا بالبركات وظفرنا بليلة القدر وحصلنا على ثوابها الجزيل. وسنعتكف إن شاء الله في المساجد، ولا يجوز الاعتكاف للرجل إلا في المسجد، أما المرأة فلها أن تعتكف في مسجد بيتها، وأن نتحرى ليلة القدر التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني عرفتها وكنت سأخبركم بها ولكنني نسيتها أو أنسيتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا بها يا رب العالمين، ذكرنا بها، أعطنا علاماتها، أعطنا مقدماتها، اجعلنا من أهلها، ولا تحرمنا من هذا الثواب الجزيل يا رب العالمين. واشمل كل المسلمين
في كل بقاع الأرض ببركات هذه الليلة المباركة. اللهم بارك في المسلمين في كل مكان، اللهم أكرمهم وأعزهم وخذ بأيديهم يا رب العالمين. اللهم أكرم أزهرنا، أكرم هذا الصرح العلمي العظيم حتى يستمر في أداء رسالته بعلمائه وبفقهائه وبالمتطلعين إلى عفو الله ورعايته ليظل حصنا للإسلام والمسلمين. اللهم أكرم مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، متعها بالأمن وبالأمان وبالرخاء وبالعفو وبالعافية وبالسعادة في أنفسها وفي أموالها وفي أولادها وفي كل مقدراتها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.